السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأسنابيون مرحبا، ها مستعدين لجرعة جديدة من مواضيع القهر ورفع الضغط؟ كونوا معي في هذه الأسنابات وحديثي بإذن الله عن ما سمي ظلما بمؤتمر أهل السنة في الشيشان. 200 شخصية يجتمعون في الشيشان التابعة لروسيا، روسيا التي تحارب العرب والمسلمين وتدك إخواننا في حلب وغيرها، يجتمعون فيها لنصرة الإسلام سبحان الله تحت غطاء أهل السنة. عقد المؤتمر في الشيشان برعاية رئيسها رمضان قدروف الذي عرف ببغضه للعرب وعدائه الشديد للسلفيين. سبحان الله، الفشل من البداية. لم يوفقوا في اختيار الدولة التي يعقد فيها المؤتمر روسيا، ولم يوفقوا في الراعي لهذا المؤتمر قادروف رمضان. سبحان الله، هذا كلام يقوله عاقل؟ سمعت كلامه؟ هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ ثم إذا كان هذا كلام راعي هذا المؤتمر، فكيف تعقد عليه الآمال؟ كيف يمكن لهذا الشخص أن يجمع كلمة المسلمين؟ وكيف يجتمع هؤلاء 200 شخصية تحت لوائه؟ ماذا تريدون؟ ثم يصدر البيان بأن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية والصوفية. زين والبقية كلهم برع. والله أنا على ثقة أن بعضكم حتى ما سمع شنو أشاعرة شنو ماتريدية، لكن هؤلاء فقط أهل السنة. في الوقت الذي نحتاج إلى جمع الكلمة يظهر علينا هذا المؤتمر ليزيد أهل السنة افتراقا. أنت معانا وأنت مو معانا، أنت معانا وأنت ضدنا، هذا كلام؟ نحتاج إلى جمع الكلمة حتى نواجه العدو الخارجي. سبحان الله، خذلان وأي خذلان. يقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويأتي مؤتمر الشيشان ليفرق، ما أقول كلمة المسلمين، بل يفرق الشتات، يفرق حتى كلمة أهل السنة. ما أبغي أحلل كثير، مجرد تعرفون من وراء هذا المؤتمر تنكشف المؤامرة. هناك فرق بين المؤتمر وبين المؤامرة، يعني مجرد أن نعرف وراء هذا المؤتمر روسيا والشيشان العميل الروسي يكفي أن نعرف حقيقة هذه المؤامرة. أيها المجتمعون في الشيشان، مو أزمتنا أن نعرف من هم أهل السنة، بل أزمتنا أن نعرف عدونا الذي سفك الدم وانتهك العرض، وأن نعد العدة لمقاومته. ومن الأمور الطريفة يقوم لك واحد في المؤتمر ويتهجم على ابن تيمية وأنه سبب البلاء في الأمة، هو وابن القيم تلميذه. يا رجل، مات ابن تيمية وصار له 700 سنة، لاحن مسبب لكم أزمة؟ الله أكبر. على سبيل الخصوص في الناحية العقلية، وهذا الاختطاف حصل أول ما حصل وبصورة عظيمة على يد ابن تيمية في القرن الثامن الهجري وعلى يد تلميذه ابن قيم الجوزية. وللعلم ابن تيمية كان من أحرص الناس على جمع الكلمة، حتى مع الأشاعرة، حتى مع من يختلف معهم، وعنده رسالة جميلة في جمع الكلمة، ليتكم وزعتوها في المؤتمر الفاشل. أيها المجتمعون في الشيشان، مصائبنا كثيرة احنا أهل السنة، ومشاكلنا كثيرة، والعدو يضربنا في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي اليمن وفي كل بقعة. ما أرقكم إلا فكر ابن تيمية؟ ارحموا عقولنا يا جماعة، ارحموا عقولنا. لماذا ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية يعتبر من أبرز علماء الإسلام الذي حرض الأمة على جهاد الحملة المغولية والصليبية، ولهذا يشن الغرب وروسيا حربها على ابن تيمية. الأمة تخوض ملحمة كبرى وتواجه حربا صليبية، يستخدم العدو كل أدواته العسكرية والسياسية والفكرية، وابن تيمية
من حصون الأمة الفكرية التي يريد العدو هدمها. نسأل الله تعالى أن يخذلهم.